النهارده دكتور سمير رفله، استاذ متفرغ امراض القلب، تخصص كهروفسيولوجي القلب وتنظيم ضربات القلب. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي واهلا بالمشاهدين. واحنا في مؤتمر كارديو اليكس 2018، المؤتمر السنوي اللي هو علامه من علامات التقدم العلمي في مصر، بيحضروا حوالي 70 استاذ من الخارج بجانب الاساتذه العظام بتوع مصر، بيقدموا محاضرات على اعلى مستوى، كان اللي حضر سافر للخارج وحضر مؤتمر عالمي وهو موجود في بلده. الموضوعات كل سنه بيقدم الجديد. هنختار المره دي نتكلم في موضوع اللي هو توقف القلب المفاجئ. كل يوم نقرا في الجورنال حادثه ان واحد بيصحوه من النوم مصحيش، نزل يعوم مات وهو بيعوم، او كان بيعمل رسم بيعمل مجهود اكسرسايز وفجاه مات في اثناء المجهود الرياضي. فنحب نعرف الناس باسباب توقف القلب المفاجئ. 85% بالحالات بتبقى جلطه في القلب وما لحقش العيان يوصل لمستشفى. تعريف صدن كاردياك ديس او توقف القلب المفاجئ، ان واحد يجي له اعراض اي في وجع في صدره، وقبل ما يلحق يتعمل له اي علاج في خلال ساعه واحده قلبه يتوقف، فاسمها توقف القلب المفاجئ. او اذا كان في خلال 24 ساعه برضو اسمها توقف القلب المفاجئ. الحيثيات اللي بتسبب كده، اول حاجه ارتفاع ضغط الدم، تاني حاجه مرض السكر، تالت حاجه التدخين. التدخين مأساة بشريه، يأسنا من ان احنا نبط نقول للناس بطلوا سجاير. اللي يقول لي اصلي بشتغل كذا، هي ايش ايه علاقه انك او انا متوتر او انا ما اقدرش ما ركزش غير بالسيجاره؟ كل دي اسباب وهي لادمان زي ادمان المخدرات. السجاير بتؤدي لتصلب شرايين القلب وتشنج في شرايين القلب، وبتزود لزوجه الدم وتساعد على حدوث التجلط. بيجي لنا ناس في رفيع وما فيهوش سكر وما فيهوش ضغط، وفجاه تجيله جلطه في القلب، ما عندوش غير حاجه واحده انه بيدخن. السبب الثاني ارتفاع ضغط الدم. جزء كبير من ارتفاع ضغط الدم ما يتحسش، المريض فاكر ان يجي له صداع يقوم يعرف، 30% بس اللي بيجي له صداع، فيفضل الضغط عالي، يحصل تضخم في عضله القلب، التضخم يؤدي الى ضربات سريعه وتوقف للقلب. بعد كده السمنه والكرش. تعريف الكرش، الراجل 90 سنتي لو وصل 102 محيط البطن يبقى كرش، المرأة 80 سنتي لو وصل 88 أو 92 يبقى اسمه كرش. بعد كده التوتر الشديد، عدم المشي، الوراثة، جينات الوراثية اللي مكتوب على الجين لازم تشوفه العين مش المكتوب على الجبين، وارتفاع دهنيات الدم، الكوليسترول والال دي ال الدهون الخفيفه، وعدم المشي. في ست وزنها 130 كيلو ما بتقومش بالسرير غير لدوره الميه، عمرها ما بتنزل، تيجي لي العياده تقول لي دي اول مره انزل من البيت من 3 شهور. دول عدم المشي ده يؤدي الى تصلب في شرايين القلب وحدوث جلطه. وحالات كتير يبقى المريض عارف ان عنده القلب لكن فجاه القلب يقف. احنا عرفنا الاسباب، الوقايه بالتالي نفس الكلام اللي قلته، سجاير نبطل سجاير، ضغط نقيس الضغط باستمرار ان شاء الله يوم بعد يوم، وممنوع يعدي 140 فوق على 85 تحت، ده اقصى تسامح. السكر يتظبط، الكوليسترول، لدرجه في مرضى بنكتب لهم علاج للكوليسترول لمجرد ان في شبهه ان هيجي له القلب حتى لو التحليل في الدم كويس. وبعد ما نكتب علاج للكوليسترول والتحليل، المريض يعمل تحليل ويلاقيه الكوليسترول بقى كويس، يروح موقف الدواء. غلط. اذا كان عنده السكر او عنده ازمه قلبيه قبل كده او تاريخ وراثي من جلطات في القلب، يستمر على علاج الكوليسترول طول العمر. وفي الشبهه والاشاعه ان هو بيعمل اضرار، لا، الفايده 100 مره قد الضرر. واذا حصل ان في اعراض جانبيه ممكن اقلل الجرعه او اغير الصنف او اديها يوم بعد يوم، لكن ما وقفوش خالص. ففي انواع توقف القلب اثناء النوم او توقف القلب اثناء المجهود، كلها تبان. فيتعمل رسم قلب، يتعمل رسم قلب بالمجهود، يتعمل ايكو اللي هو اشعه تلفزيونيه ايكو دوبلر على القلب، يتعمل هولتر مونيتور، بنسجل نبضات القلب 48 ساعة بجهاز صغير قد الموبايل يتلزق حوالين القلب يروح بيه المريض،
ويسجل إذا كان بيحصل ضربات غير منتظمة، نوع بسيط نوع خطير، أو في التوقف فترات معينة، أو سدة كهربية، أو فأدي الفحوص، وكلها فحوص بسيطة واسمها غير اختراقية. يعني رسم القلب بالمجهود والإيكو دوبلر والهولتر ورسم القلب فحوص غير اختراقية، ما شكتوش بإبرة. بعد كده في بقى أشعة مقطعية على القلب، دي فحوص اختراقية أو قسطرة القلب. في النهاية نتمنى لمصر وللناس محدش يحصل له حاجة وحشة من الحاجات دي، والوقاية 50% من الحالات دي كان ممكن نمنحها. كل مرة أشوف عيان بجلطة في القلب ألاقي كان ممكن لو كان ملتزم بمنع الأكل، كلنا بنحب الأكل لكن الأكل للأسف مؤذي جدا، فتاكل المقرر العلمي بس لك في اليوم 1200 سعر 1600 سعر، إنما المصريين في المتوسط بيأكلوا 3500 سعر. تقيس الضغط بانتظام، ممنوع يعدي 140 على 85، وما فيش حاجة اسمها ما بيتظبطش، لا هو بتاخد صنف خليهم اتنين، اتنين خليهم تلاتة، وفي أصناف الحباية فيها تلات أصناف، فبحيث ما العدد مش هيبقى كتير. وفي النهاية نتمنى لكل الشعب إن ما حدش يتعرض لحاجة وحشة من الأسباب والأمراض اللي احنا قلناها دي. مرسي جدا لحيك يا دكتور، شرفتنا النهارده. مرسي، أشكرك.